طيب أعلل وجود تجويف بالطرف العلوي لعظمة الذهن حتى يستقر فيه النتوء الداخلي للعضد مكون مفصل القوة. أعلل وجود الأحزمة عند اتصال أطراف الحيوان بهيكله المحوري، لأن الحزام الصدري يعمل على اتصال الطرفين العلويين بالهيكل المحوري بواسطة عظام الكتف، كما أن الحزام الحوضي يعمل على اتصال الطرفين السفليين بالهيكل المحوري بواسطة عظام الحوض، مما يؤدي إلى تدعيم الجسم وسهولة الحركة. علل يستغرق التئام الغضاريف وقتا طويلا، ده علل، أو علل تحصل الغضاريف على الغذاء والأكسجين من خلايا العظام بالانتشار، برضه علل، لأن الغضاريف نوع من الأنسجة الضامة التي لا تحتوي على أوعية دموية، لذلك تحصل الغذاء والأكسجين من خلايا العظام بالانتشار، فده بيخليها تلتئم في وقت طويل، وده بيخليها إنها إيه بتاخد أكلها عن طريق الانتشار. طيب لا توجد أربطة في المفاصل الليفية، ليه؟ لأن العظام عند المفاصل الليفية تلتحم مع بعضها بواسطة أنسجة ليفية تتحول مع مرور العمر إلى أنسجة عظمية، لذلك لا توجد أربطة في هذه المفاصل، كما أن المفاصل الليفية لا يسمح معظمها بحركة العظام التي تربطها. بعد كده علل تربطها بعد كده علل تسمح المفاصل الزلالية بحركة العظام التي تربطها بسهولة وبأقل احتكاك. ليه؟ لأنه يغطي سطح العظام المتلامسة في هذه المفاصل طبقة رقيقة من مادة غضروفية شفافة ملساء، مما يسمح بحركة العظام بسهولة وبأقل احتكاك، بالإضافة لوجود سائل زلالي مصلي يسهل من انزلاق الغضاريف التي تكسو أطراف العظام. طيب بعد كده علل مفصل الكتف من مفاصل واسعة الحركة، بينما مفصل الركبة من مفاصل محدودة الحركة، لأن مفصل الكتف يسمح بحركة عظمة العضد في اتجاهات مختلفة، بينما مفصل الركبة يسمح بحركة الساق في اتجاه واحد فقط، يا إما الأمام يا إما الخلف. بعد كده تتميز الأمام الساق في اتجاه واحد، الأمام أو الخلف طبعا. اتنين، تتميز ألياف الأربطة بمتانتها ومرونتها. لماذا؟ علي يعني تتميز ألياف الأربطة بمتانتها ومرونتها، لأنها تتميز ألياف الأربطة بمتانتها حتى لا تتمزق بسهولة، كما أنها مرنة لتسمح بزيادة طولها قليلا حتى لا تنقطع في حال تعرض المفصل لضغط خارجي، كما تحدد مدى حركة العظام عند المفاصل في الاتجاهات المختلفة.